يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية، عوده من جديد الى 10 الصبح في الاهلي، وده الوقت اللي هنتكلم فيه بقى مع حضراتكم عن الدوره الاولمبيه المقامه في طوكيو 2020 ومشاركه البعثه المصريه هناك وما تحقق وما اخفقنا فيه، يعني والشيء اللي يدعو، مش هقول لكم للحزن يعني، على الاقل بس الواحد هيبقى بيقولها بشيء من الشجن، فكره ان احنا اللي اخفقنا فيه حتى هذه اللحظه اكتر بكتير من اللي اتحقق، ولكن برضو ده ما ينفيش ان فكره ان احنا متواجدين بشكل مشرف في اولمبياد طوكيو اكيد دي في حد ذاتها تعتبر مكسب. كنا نتمنى ان المكاسب تكون اكتر من كده، وعلى فكره ده وارد جدا انه يحصل الايام القليله القادمه، لان مش كل الالعاب احنا لسه يعني ايه، في العاب لسه ما ابتديناش فيها وهنعرف التفاصيل طبعا، من ضمنها اكيد الالعاب المرشح ان احنا نحصل من خلالها على ميداليات خلال الايام القليله القادمه. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز استاذ علي البحيري الناقد الرياضي بجريده الشروق. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك وصباح الفل الدنيا. على كل المشاهدين، ربنا يخلي حضرتك. نور قناه الاهلي، اهلا بيك. اهلا بيك. انا مش عارف ابتدي معاك من فين، بس احنا كان في كلام كده يعني كنا بنتكلم فيه قبل ما نرجع مره ثانيه على الهواء، وقلنا ان اللي اخفقنا فيه حتى هذه اللحظه للاسف الشديد اكتر بكتير من اللي اتحقق. تعقيبك ايه على الكلام ده؟ هو يمكن لحد دلوقتي في 7 لاعبات خلاص مصر انهت مشاركتها فيها في الاولمبياد من 23 لعبه، يمكن لسه عندنا العاب كتير لسه هننافس فيها. طبعا النتائج مش كل النتائج كانت كويسه، يعني في نتائج كانت كويسه وفي نتائج مش كويسه. يمكن تنس الطاوله كان اكبر انجاز، هو عمر عصر طبعا نجم النادي الاهلي سابقا، هو خد خامس اولمبياد طوكيو في الفردي والتاسع في الزوجي المختلط، ده انجاز كبير جدا وكسب مصنفين عالميين وابطال اولمبياد، فده كان يعني حاجه كبيره جدا ان هو اول مصري واول عربي وافريقي في التاريخ يوصل الدور الثمانيه، وده كان انجاز كبير جدا، فدي حاجه كويسه جدا في الاولمبياد. يمكن كمان عندنا في لعبه السلاح، عندنا منتخب سلاح السيف وصل ان هو خد المركز الخامس في الاولمبياد، ده برضو انجاز تاريخي عمره ما اتحقق في تاريخ مصر، ده برضو حاجه كبيره جدا. عندنا برضو بطلنا علاء ابو القاسم، هو صاحب فضيه اولمبياد لندن 2012، قدر ياخد المركز السادس في الاولمبياد، لولا الاصابه كان ممكن ينافس على ميدالية، فدي برضو حاجه من الحاجات اللي ممكن نتكلم عليها، حاجات مشرفه، حاجات كويسه. حلو، انجاز، هو مش هنختلف على ان ده انجاز، واكيد كمان يعتبر يعني قاعده انطلاق لحاجات جايه بعد كده احسن، بس احنا ليه واصلين لمرحله ان احنا شايفين انه قمه الانجاز ان احنا نحقق مركز خامس تاني؟ هو مستوى متقدم وحاجه غير مسبوقه وشيء محترم وبنهني اللي حققوا المراكز دي، بس احنا عايزين نوصل بلاعبتنا بفرقنا الرياضيه المختلفه ان احنا نبقى قاعدين بنقش ميداليات زي ما بيحصل مع اليابان ومع امريكا ومع كندا ومع استراليا، يعني ايه الفرق اللي بيننا وبين الناس دي؟ لا اكيد الفرق بيننا وبين الناس بره في اوروبا او في العالم عامه، الناس دي عندها تخطيط بقى لهم سنين، الناس دي عندها الميداليه الاولمبيه دي يعني حاجه مقدسه بالنسبه لهم، الناس بتشتغل على طول، مش بس تشتغل قبل الاولمبياد او قبلها باربع سنين. طب هي ليه مش مقدسه كمان بالنسبه لنا؟ احنا عندنا تخطيط، عندنا كل حاجه، يعني بنشتغل بقى لنا فتره، ويمكن في الاولمبياد دايما بيبقى فيه اعداد 4 سنين لكل بطل في كل لعبه، بيبقى فيه يعني اعداد كويس وكل حاجه، بس برضو المستوى او الليفل بتاعنا في الاحتكاك او حتى لاعبتنا هنا في مصر او العقليه شويه برضو مش برضو زي امريكا مثلا او زي الصين او زي اليابان، اللي هم ما شاء الله يعني في الاولمبياد دايما بينافسوا بعض في زي ما احنا شايفين دلوقتي، الصين الاول اليابان الثاني، الصين الاول العكس يعني، وامريكا الثالث مكتسحه مثلا في السباحه، كله ذهب ذهب ذهب، فيعني اعتقد ان الناس دي واصلين ليفل عالي جدا في الرياضه، احنا لسه ما وصلنالهوش، بس اعتقد ان احنا عندنا ابطال في كل الالعاب، يمكن متاهلين دلوقتي اكبر بعثه في تاريخ مصر في اولمبياد طوكيو، اكبر بعثه في تاريخ مشاركات مصر. هو ده اللي علا سقف الطموح عندنا احنا. بالظبط، يمكن هو ده فعلا اكتر بعثه في تاريخ مصر، يمكن 23 لعبه اولمبيه، اكتر من 137 لاعب ولاعيبه في العاب كتيره جدا، يمكن عندنا كمان منتخبين او 3 منتخبات جماعيين اللي هم منتخب الكوره ومنتخب اليد وعندنا السباحه التوقيعيه. وبالتالي يعني نسبيا الفرق الجماعيه حظها كان اوفر شويه من الالعاب الفرديه، ولا بيتهيألي؟ يعني ممكن نقول منتخب اليد شويه، لان هو برده منتخب قوي، منتخب بينافس على مستوى عالي، عندنا في محترفين على مستوى عالمي بيلعبوا في اكبر انديه اوروبا. مصر مصنفه في الناشئين رقم 1 العالم، في الشباب 3 العالم، في الكبار 7 العالم. هي. بطل افريقيا، عندنا 9 لاعبين مصنفين وداخلين في افضل انديه العالم، عندنا محترفين كتير جدا، ليفل كره اليد في مصر اتطور. يمكن انا بشوف من وجهه نظري ان لعبه كره اليد في مصر هي افضل لعبه جماعيه في مصر. هي افضل انجازات، افضل تخطيط يعني حتى من الاتحاد بتاعها. ده حاجه مشرفه، حتى شفنا بتتعمل اللي فاتت منتخب مصر كان مشرف، الناس كلها كانت بتشجعه. طبعا خسران من بطل العالم الدنمارك ركلات ترجيحيه، مش رماية ترجيحيه. انت وصلت معاه ذات فار يعني. وكان راس براس، ودلوقتي احنا الحمد لله
النهارده يمكن الفجر منتخب مصر كسب البحرين 30-20 في الجوله الاخيره من الدور الاول دور المجموعات. مصر متاهله ربع نهائي بعد ما حققت 4 انتصارات من 5 مباريات، يعني 8 نقط، اول مره في تاريخ فريق عربي او فريق مصري يحقق ده، او فريق افريقي، فريق عربي او فريق افريقي يحقق ده، وتاني فريق غير اوروبي يوصل دور الثمانيه ومحقق 4 انتصارات 8 نقط. دي حاجه انجاز عمره ما حصل. فمنتخب مصر كره اليد منتخب مشرف، ان شاء الله عندنا مواجهه قويه جدا يوم الثلاثاء ان شاء الله مع منتخب المانيا في ربع النهائي. اعتقد دي اهم مباراه في تاريخ مصر في الاولمبياد في كره اليد، مباراه توديك تنافس على ميداليا او تطلعك من المنافسه طبعا. فمباراه مهمه جدا، واعتقد ان ان شاء الله منتخب مصر عينه على ميداليا في طوكيو لاول مره في تاريخ كره اليد المصريه في الاولمبياد، ان شاء الله قادرين. طيب برضو عايز ارجع لنقطه الاختلاف اللي ما بيننا وبين الدول المتقدمه رياضيا، هل ده بيبقى ليه علاقه بالاتحادات الرياضيه المختلفه ولا ليه علاقه بنوعيه اللعيبه؟ يعني هل في فرق في كواليتي اللاعب المصري اذا ما قورن باللاعب الغربي بشكل عام؟ انا مش بكلم في رياضه بعينها، لا يعني لا. لو اتكلمنا على الامكانيات بالعكس، مصر فيها كميه مواهب وابطال لما بيلعبوا باسماء بلاد بره او بيتجنسوا بياخدوا ميداليات ذهب في الاولمبياد. حضرتك شفت لسه حصل مع قطر، لاعب قطر فارس حسونه بطل مصر طبعًا. في رفع الاثقال، ووالده هو ابراهيم حسونه والده كان مثل مصر في دورات اولمبيه، ثلاث دورات اولمبيه. كابتن ابراهيم حسونه طبعًا اسم معروف طبعا في رفع الاثقال، مثل مصر في ثلاث دورات اولمبيه. هو مدرب دلوقتي لابنه فارس حسونه، اللي هو للاسف بعد خلافات مع المسؤولين عن رياضه رفع الاثقال في مصر ابنه راح لعب في قطر، اتجنس هناك، بقى يلعب باسم قطر دلوقتي، خد اول ميداليه في تاريخ قطر ذهبيه في الاولمبياد، اول ميداليه عربيه ذهبيه في رفع الاثقال من سنين كتيره جدا للاسف باسم قطر مش باسم مصر. وده بطل احنا خسرناه زي ابطال كتير جدا خسرناهم في العاب كتير جدا بيتجنسوا بيلعبوا بره بسبب غياب التخطيط، بسبب الاهمال، بسبب بعض المشاكل اللي بتحصل في الاتحادات. واحنا اولى بالناس دي، احنا طبعا اولى بالناس دي. عندنا عايز اقول لحضرتك يعني عندنا بطل زي محمد ايهاب، بطل تاريخي في رفع الاثقال، صاحب برونزيه ريو دي جانيرو. محمد ايهاب للاسف حرم هو وساره سمير ورفع الاثقال المصريه من ميداليتين محققين او كانوا جايين بنسبه 95% و99% في طوكيو بسبب المنشطات وتوقف مصر لمده سنتين بسبب اهمال، بسبب حاجات يعني صعبه جدا، حاجات اداريه اللعيب ملوش ذنب فيها. حلم واحد زي محمد ايهاب ده، محمد ايهاب ده كان رايح ياخد في طوكيو ذهب، كان ارقامه تجيب ذهب، والبطل الصيني اللي خد في اولمبياد طوكيو ذهب نفس ارقام محمد ايهاب. فاحنا خسرنا ذهب في طوكيو لمحمد ايهاب، وخسرنا ميداليتين في رفع الاثقال بسبب غياب التخطيط، بسبب الاهمال. فده حاجه طبعا تزعل جدا، لكن عندنا ابطال في العاب كتير جدا، عندنا ناس مرشحين. يمكن النهارده للاسف منتخب المصارعه اول 3 لاعبين النهارده لعبوا في اليوم الاول للمنافسات، سمر حمزه وهيثم فهمي وعبد اللطيف منيع، للاسف كان في ناس منهم مرشحه انها تاخد ميداليات في طوكيو في المصارعه الرومانيه، ودعت المنافسه للاسف النهارده خسروا 3 من دور ال16، ويمكن افضلهم كان هيثم فهمي حقق نتيجه يعني كانت قريب شويه من المكسب، للاسف بعد ما خسروا كمان الناس اللي هم خسروا منهم خسروا بعد كده في الدور اللي بعده، ما بقاش في دور طرديه للمنافسه على ميداليا، فخسرنا اول 3 ميداليات كنا المفروض يعني بننافس عليهم. لسه عندنا في المصارعه عندنا محمد ابراهيم كيشو، هو بطل عالم للشباب ومصنف الاول عالميا في الشباب، ان شاء الله يقدر يحقق حاجه، وان شاء الله يعني يقدر يعدي في الادوار الجايه في الاولمبياد، ولما ينافس ياخد ميداليا لمصر. طب بالنسبه للي حصل مع بطل مصر في السباحه القماش وانسحابه من سباق 1500 متر والتصاريح المتضاربه اللي سمعناها في الفتره الاخيره، يعني في رايك ده حصل ليه؟ يمكن اللي حصل ان مروان القماش اللي يعني اتقال في الفتره اللي فاتت سواء من اللاعب او من الاتحاد او حتى من والده، ان مروان القماش جاله اصابه في ركبته او الام في ركبته منعته من المشاركه في السباق، واعلن ان هو مش هيشارك في السباق وانسحب، لان هو لو كان شارك ما كانش هيعرف يعمل الدورانات في الميه، الحاجات دي كلها بتاثر على الركبه وعلى، فطبعا ما كانش هيتاهل اصلا يلعب في السباق، وكان ممكن الاصابه تزيد. فاعتقد ان هو انسحب بسبب يعني الاصابه دي، مش اي سبب تاني، لان هو نافس في كل سباقات ولاعب. يمكن كل ابطال السباحه في مصر ما حدش فيهم اتاهل للاسف لدور النهائي او دور نصف النهائي غير لاعب واحد اللي هو يوسف رمضان 18 سنه، ده الوحيد اللي حقق انجاز في السباحه وحقق وكمان كسر رقمه الشخصي والرقم المصري في طوكيو في سباق ال 100 متر فراشه وتاهل نص النهائي. يوسف رمضان هو احسن سباح عمل انجاز في طوكيو من السباحين كلهم، فريد عثمان او مروان القماشه او علي خلف الله، لكن كالسباحه المصريه في طوكيو كلنا حققنا ارقام شخصيه وارقام مصريه جديده، دي الحاجات المراكز المتقدمه اللي حققناها، لكن تاهل لنصف النهائي او نهائي او منافسه الميداليه في مصر للاسف ده ما حصلش. وليه حضرتك ممكن تقول لي ليه ممكن يحصل كده؟
السباحه لعبه زمنيه، لعبه ارقام، انت عارف رقمك، عارف رقمك، عارف رقم الصيني، عارف رقم الامريكي، رقم الجنوب الافريقي، انت ما ينفعش تقل عن الناس دي، انت لازم عشان تقل عن الناس دي لازم تكون انت اصلا مخطط من قبل كده. انت عارف من قبل منها فتره طويله ان انت رايح تلاعب الناس اللي محققين الارقام دي، فلازم نكون اشتغلنا على نفسنا وعلى تحطيم الارقام دي او اضعف الايمان الاقتراب منها، يعني على الاقل بس قربنا، مش هقول لك نحطمها. يمكن احنا شفنا البطل التونسي احمد حفناوي. اه طب يعني ميداليه تاريخيه في السباحه، كلنا على فكره في مصر فرحنا له يعني. اه بالظبط، يمكن بطل تاريخي يعني، عمل انجاز ما حدش مصدقه لحد دلوقتي. الدول الاجنبيه والمواقع الاجنبيه الامريكيه والاوروبيه كله بيتكلم على حفناوي، ازاي جاب الذهب وكان بيبدا السباق من الحاره الثامنه اللي هي اقل حاره، ازاي الزمن وكان اقل زمن وكسب الذهب، وكان طبعا عنده اصرار غير طبيعي. ده بطل، ده بطل. هنتكلم في السباحه المصريه، احنا بنحقق في بطولات العالم، بنحقق في بطولات افريقيا، في دورات الالعاب الافريقيه، في دورات الالعاب منتخب بحر المتوسط، كل البطولات بنحقق فيها، عندنا ازمنه، عندنا سباحين مكسرين ارقام قياسيه. يعني اللي يخليك تحقق في البطولات الدوليه دي كلها يخليك تودع منافسات الاولمبياد بالسرعه دي. لو اتكلمنا عن فريده عثمان، فريده عثمان مثلا هي الوحيده في تاريخ مصر كله، في السباحين المصريين كلهم، اللي خدت ميداليات بطولات العالم، واخده 2 برونز بطولات العالم 2017 2019، وده انجاز عمره ما حصل في تاريخ مصر. عشان كده اخفاقها في منافسات طوكيو كان محبط جدا لكل الناس. انا شايف ان احنا في السباحه لسه بعاد في الاولمبياد، يعني في دورات الالعاب الاولمبيه، او ان احنا ننافس على ميداليه او نوصل لليفل في السباحه ان احنا ناخد ميداليه اولمبيه، انا شايف ان احنا لسه بعاد، محتاجين شغل، محتاجين مجهود، محتاجين ان احنا نعلى باللعبه شويه في مصر، نطور نفسنا. عندنا السباحين كلهم في مصر، ما حدش بيتدرب في مصر، كله بيتدرب في امريكا. يعني انا هضرب لك مثال برضو استاذ علي لو تسمح لي، يعني احنا مثلا زي ما عندنا مثلا متقدمين جدا في كره اليد ولفتنا انظار العالم كله وحققنا مراكز عالميه في بطولات عالميه مختلفه، الاسكواش نفس الكلام، بقينا اسياد العالم بالمعنى الحرفي للكلمه وبما لا يدع اي مجال للشك. طب ما في رياضات اهي بعيدا عن كره القدم القائمين عليها وصناعها طوروا من نفسهم لدرجه ان هم بقوا تاني اسياد العالم في الرياضه دي، ايه المانع ان النموذج ده اللي يحتذى بيه يتطبق في رياضات مختلفه عشان نقرب برضو من نفس انجازات الاسكواش؟ زي ما بقول لحضرتك، احنا في السباحه ابطال افريقيا، عندنا مسبحين كويسين جدا بيلعبوا، يعني فريد عثمان، علي خلف الله، مروان القماش، يوسف رمضان، الاربعه ما بيتدربوش في مصر، كلهم بيتدربوا في امريكا، عندهم جامعات هناك كانوا واخدين فيها منح، بيلعبوا في دوري الجامعات الامريكي، محققين ارقام كبيره جدا، بيلعبوا مع افضل السباحين في العالم، بيتمرنوا على ايد افضل المدربين في العالم. فاعتقد ان هم ما قصروش، انا مش عايز اقول ان حد قصر في البعثه هناك في منتخب السباحه، كله لعب على قد مجهوده، على قد امكانياته، انا شايف ان دي امكانياتنا في السباحه، مش عاوزين نضحك على نفسنا، دي امكانياتنا في السباحه، ان احنا ننافس على ميداليه في ليفل تاني لازم نوصل له، احنا لسه ما وصلنالهوش، لكن احنا كسباحين عندنا سباحين كويسين جدا. فريد عثمان دي رياضيه مشرفه، زي ما بقول لحضرتك واخده ميداليتين في بطولة العالم، ده حاجه ما حصلتش في تاريخ مصر، فما ينفعش ان احنا نقول عليها ان هي مش مؤهله او ان هي ما تقدرش، لا هي تقدر، بس هي محتاجه برضو ان هي تطور شويه من نفسها، يبقى في شغل معاها اكتر في بره في مع المدرب بتاعها او مع البرنامج اللي هي بتشتغل عليه. مش عاوزين برضو ننسى ان الفتره اللي فاتت كانت صعبه بسبب الكورونا، والتجهيز السنه دي ما كانش، يعني الاربع سنين صعبه على العالم كله، صعبه على العالم كله طبعا انا عارف، بس انا بقول لحضرتك ان الليفل بتاعنا في مصر برضو في الالعاب، مش في كل الالعاب، احنا في العاب بننافس فيها. بمناسبه الكلام عن السكواش اللي كنت بضرب بيه المثل من شويه، هو ليه لغايه النهارده السكواش مش من ضمن الالعاب اللي بيتنافسوا عليها اولمبيه؟ يمكن ليه هو مش ليه مش رياضه اولمبيه؟ يمكن انا سالت السؤال ده لنوران جوهر بطله العالم في السكواش، ونور الشربيني وابطال السكواش كله، على الاقل كنا ضمنا طبعا كنا ضمنا ميداليات كده على طبعا موصف. كنا ضمنا ميداليات كتيره جدا طبعا. احنا في السكواش احنا فعلا مصنفين اول عالم ناشئين كبار في كل حاجه، كبار ناشئين. طب قالت لك ايه لما سالتها السؤال ده؟ لما سالتها قالت لي حلمي، بس هو للاسف في شروط معينه دخول اللعبه اولمبيا، وكمان في تصويت من اللجان الاولمبيه ومن الاتحادات الدوليه. يمكن السكواش كانت مترشحه لاولمبياد طوكيو ضمن العاب كتيره جدا، كانت مترشحه فعلا من ضمن العاب، للاسف هم بياخدوا 5 العاب، التصويت وصل لخمس العاب معينه هم دخلوا في طوكيو منهم الكاراتيه. وشفنا في الدوره دي او في الاولمبيات المره دي فعلا رياضات جديده غير مسبوقه، رياضات جديده اول ركوب الامواج وزي غيرها. يعني فعلا، وكاراتيه، كاراتيه اول مره في التاريخ بيدرج اولمبيا دلوقتي في طوكيو، وعندنا ابطال طبعا في مصر هي نفسه في الكاراتيه في الاولمبياد طوكيو. نتمنى السكواش تبقى موجوده في الاولمبيات، ولسه هم بيحاولوا الاتحاد الدولي للسكواش وكل اتحاد دوليه بيحاولوا يدرجوا اللعبه، وكل ما بيحصل تصويت على العاب تخش اولمبيات السكواش بيقدم. ما دخلش في طوكيو، يمكن يخش في باريس، يمكن يخش في لوس انجلوس 2028، فاعتقد لسه في فرصه ان شاء الله السكواش يخش، لان السكواش لو دخل في الاولمبياد مصر هتبقى ضامنه ميداليات كتيره جدا في الاولمبياد. على ذكر الميداليات، ما تيجي نتكلم شويه عن الميداليتين اللي حالتنا لغايه النهارده. عدد 2 ميداليه برونزيه لسيف وهدايا ملاك. لو اتكلمنا عن الانجاز ده، هو انجاز كبير، انجاز كبير جدا، لان
لو كلمت حضرتك الظروف اللي قبل الانجاز، هدايا ملاك عندها كميه اصابات مرت بيها الفتره اللي فاتت من ساعه ما خدت برونزيه في ريو دي جانيرو حتى الان. طبعا جواز، الوزن زاد، غيرت ميزانها من 57 ل 67. انك فجاه تغير وزن من 10 كيلو زياده، بتلعب مع وزن مع ابطال تانيين، وزن عمرك ما لعبت عليه في حياتك، تلعب عليه فجاه وتلعب بقى مستوى عالمي. كمان هي جات لها اصابه في المكسيك في المرحله التاهيليه تصفيات الاولمبياد في المكسيك، قبل ما تلعب كانت بتلعب برجل واحده، هدايا ملاك كانت بتلعب برجل، وهي يمكن كمان اتكلمت في الموضوع ده. فالاصرار اللي عندها انها بتتاهل قبل 3 اسابيع من الاولمبياد انها تروح تنافس على ميداليا وتحافظ على انجازها في ريو دي جانيرو كان حاجه صعبه جدا طبعا. فهدايا ملاك لعيبه مشرفه انها تاخد 2 برونز، يعني هي تقريبا هي خامس لاعبه في تاريخ مصر الاولمبي كله تاخد ميداليتين في الاولمبياد بعد ابراهيم شمس وكرم جابر طبعا وعبير عبد الرحمن وفريد سميكا، هي خامس لاعبه. وتاني لاعبه في تاريخ مصر تاخد ميداليتين طبعا في الاولمبياد بعد عبير عبد الرحمن لاعبه رفع الاثقال اللي خدت بكين وبلندن برونزيه وفضيه. فهدايا ملاك رياضيه مشرفه جدا تاريخيه، بقت من افضل لاعبات العالم في التايكوندو، يعني كلنا بنشكرها على اللي عملته والتحدي والاصرار اللي عملته بعد الاصابات، تغير الوزن والتحدي انها تغير وزنها 10 كيلو وتخش كمان تاخد في الوزن الجديد بعد ما خدت في الوزن القديم، ده انجاز كبير جدا. لو اتكلمنا عن سيف عيسى، سيف عيسى اللي حضرتك ما تعرفوش ان سيف عيسى جاله رباط صليبي من فتره كبيره. رباط صليبي في الرياضه زي التايكوندو هي رياضه قتاليه، رياضه بتحتاج فيها الرجل، هي رياضه هي بتعتمد على الرجل طبعا. فانك رجلك يجي لك فيها رباط صليبي قبل الاولمبياد او قبل فتره كبيره زي دي، سيف عيسى ما كانش عارف ان هو ممكن يلعب اولمبياد ولا لا. كان بيتاهل وبيتاهل بيشتغل 7 ساعات في اليوم 7 ايام في الاسبوع، بيعمل كل حاجه عشان يقدر يرفع على رجله انه يخش تصفيات ويتاهل ويكسب ويخش بعد كده اولمبياد ويجيب ميداليه لمصر. هي الاولى لو كان في كامل لياقته فعلا كان هيعمل، لو كامل في لياقته كان عمل ايه يعني. ده سيف عيسى هو طبعا لما الناس تعرفوا عنه ان هو واخد برونزيه اولمبياد الشباب في الارجنتين، دلوقتي واخد برونزيه اولمبياد الكبار في طوكيو 2020. فهو رياضي مشرف تحدى نفسه، ربنا كرمه لان هو يستاهل، هو بطل محترم وفي نفس الوقت بطل عنده اصرار وعنده تحدي بعد الرباط الصليبي انه يخش يلعب في طوكيو يجيب ميداليه، ده انجاز كبير جدا. يا اخي مصر طول عمرها يعني ولاده، وعندنا عبر التاريخ في قماشه كده معينه للرياضي المصري بشكل عام، انا مش بتكلم على اللعبه بعينها، فكره ان انت عندك عيال ياكلوا الزلط بالمعنى الحرفي وبيتمرنوا باقل الامكانيات في بعض الاحيان، بكلمك على ازمنه سابقه بصفه خاصه يعني، ومع هذا لما بيتحطوا كده في اي معترك رياضي دولي لا مشرفين. دي كانت واضحه قبل كده في مشاركات مصريه في دورات اولمبيه سابقه يمكن اكتر شويه من المره دي، ولا انا متهيألي؟ يعني انت كنت بتتكلم على كرم جابر من شويه مثلا، الزمن ده من مشاركه المصريين في دورات اولمبيه سابقه كان ليهم حضور طاغي في العاب مختلفه حتى لو ما حققناش برضو الكم المنشود من الميداليات. يمكن احنا يعني اكتر دوره حققنا فيها ميداليات في تاريخنا في الاولمبياد كانت اثينا 2004، خدنا 5 ميداليات. طبعا بعد كده خدنا في ريو 3 ميداليات اللي هم الثلاث برونزيات بتوع محمد ايهاب وساره سمير وهدايا ملاك، في 2 في رفع واحده في التايكوندو. طبعا اللجنه الاولمبيه المصريه او الاتحادات الرياضيه تصريحاتهم كلهم قبل ما نسافر طوكيو ان احنا هدفنا ان احنا نكسر رقم ريو، نحقق 3 أو 4 ميداليات، ان احنا نكسر رقم ريو او نحاول نكسر الرقم اللي احنا عملناه قبل كده في اثينا 2004، نحقق اكتر من 5 ميداليات او حتى نعادل الرقم. انا شايف ان احنا بعثتنا هي بعثه كبيره جدا، هي اكبر في تاريخ مصر وفي نفس الوقت هي اكبر بعثه عربيه في طوكيو. عندنا لسه العاب ننافس فيها، انا شايف ان احنا لسه في مصارعه. فاضل لنا ايه؟ لسه عندنا خماسي حديث، عندنا العاب قوه، وعندنا مصارعه، وعندنا كاراتيه، ولسه كمان عندنا في كره اليد لسه عندنا العاب ثانيه لسه هنشارك فيها. بس اللي انا شايفه اللي احنا نقدر ننافس فيه او التوقعات هو الكاراتيه وكره اليد والمصارعه. مصارعه للاسف النهارده 3 ودعوا في البدايه، وكان في منهم ناس مرشحه زي عبد اللطيف منيع او سمر حمزه، دول كانوا مرشحين ياخدوا ميداليات، لكن لسه عندنا محمد ابراهيم كيشو، يعني الاسم ده من ضمن الناس اللي فعلا البعثه المصريه حط عليها امل. محمد ابراهيم كيشو ده بيقال عليه ان هو كرم جابر الجديد في المصارعه الرومانيه، هو بطل عالم للشباب، صنف الاول عالميا، واخد ميداليات بطوله العالم، بطل مشرف جدا، واعتقد ان هو عنده فرصه كبيره وان شاء الله ربنا يكرمه وهيحقق الميداليه الثالثه لبعثه مصر في طوكيو. ولسه مش عايز ننسى ان احنا عندنا الكاراتيه لعبه لاول مره في التاريخ الاولمبي بتدرك في طوكيو 2020، عندنا 3 ابطال او 4 يعني، هم دول اللي عليهم العين. وكان عندنا فريال اشرف،
عندنا جانا فاروق، وعندنا جانا فاروق طبعا بطل نادي الاهلي، وعندنا طبعا علي الصاوي. الثلاثة دول يمكن هم عليهم امل كبير جدا في اولمبياد طوكيو ان هم يحققوا ميدالية، واعتقد ان احنا بعد ما اللعبة ادرجت لاول مرة في الاولمبياد مصر هتاخد ميداليات في طوكيو، وان شاء الله الميداليتين اللي خدناهم في التايكوندو هيزيدوا يبقوا خمسة. يا مسهل الحال، ربنا يعني يكرمهم جميعا، كل الناس الموجودين في البعثة المصرية. طبعا احنا سعدنا جدا بوجودك معانا، الناقد الرياضي الاستاذ علي البحيري الناقد بجريدة الشروق. صباح الفل عليك، ونشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا. بشكر حضرتك جدا، وكنت مبسوط مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم الجزء الاخير من حلقتنا النهارده. اتفضل.